جون نوبل هذا راه مهندس من بين مهندسين دوليين كبار، كان جوج ثلاثة في العالم كما والشيء اللي الشخصي اللي معجب به كي زرت المعهد الإسلامي لانستيتي إسلاميك في باريس، باش صدقوني باللي علمني اشياء على الاسلام وعلى المسلمين وعلى العرب، علمت منه اشياء كثيره. يا اخي اخر حاجه دارها اللوفر تاع ابو ظبي هو اللي قام بها، عندي يعني من مهندسين كبار والدور نتاعو، لان الجماعه قالوا يجي باش يهدم القصر، اما ما غاديش يجيب البيلو لا ابدا، يعطينا افكار ماشي افكار فقط بالنسبه للقصبه، بالنسبه لكل مخطط استراتيجي للعاصمه.